طيف المخرج الإيراني جعفر بناهي لم يغب عن حفل توزيع جوائز مهرجان برلين الدولي في دورته 61، فالسجن منعه من الحضور. لكن الفيلم الإيراني انفصال نادر وسمين الذي حاز على جائزة الدب الذهبي، وهو للمخرج الإيراني أصغر فرهدي. الفيلم يظهر الهوة بين العائلات المتوسطة والطبقة الفقيرة المحافظة المتمسكة بالتقاليد الدينية. الفيلم حاز أيضاً على جائزتي أفضل ممثل وممثلة. فرهدي وجه تحية تقدير إلى زميله المعتقل في السجون الإيرانية. كان من المهم أن نظهر أنه حتى في ظل الظروف الحالية الصعبة أنه بالإمكان تنفيذ الأفلام. فرحتنا تبقى مجتزأة كون جعفر بناهي لم يتمكن من المشاركة في لجنة التحكيم. جائزة لجنة التحكيم الفضية كانت للمخرج المجري بيل أتار عن فيلمه The Turn Horse. وهو يروي قصة مزارع وابنته يعيشان في مزرعة نائية. الصور المجردة بالأبيض والأسود التي اعتمد عليها ومقاطع الحوار المتناثرة أضفت على الفيلم بعدا مؤثرا. جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج كانت من نصيب الألماني أوريش كولر عن فيلمه شلانك فرانك هايت عن العمال المهاجرين الأفارقة. J'ai vu des choses très bizarres là-bas. Tu vas pas me dire que tu crois en métamorphose. Tu es plus nord que moi. Je travaille dans le développement. Je suis bien obligé de croire en métamorphose, non? Ce fleuve va me manquer. أما جائزة الدب الفضي عن أفضل أداء فني كانت من نصيب فوسيب شسترون لإنجازه التصويري في فيلم باولا ماركوفيتش فيلم الجائزة. أما باربرا أنريكيز حازت عن هذا الفيلم على جائزة أفضل تصميم. جائزة ألفريد بوير التي تمنح لأفضل عمل إبداعي كانت من نصيب المخرج أندريس فيل عن فيلمه إن لم يكن نحن فمن؟ If not us, who؟ دراما تاريخية تروي العلاقة ما بين برنار فيسبير وغوردون أنسلن الذي تحول فيما بعد إلى أهم أعضاء فصائل الجيش الأحمر. جوشوا مارستن وأنداميون موراتاج حازا على جائزة الدب الفضي عن أفضل سيناريو عن فيلم Forgiveness of Blood من إخراج مارستن.